السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم. يقول ربي جل وعلا في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما لاحظنا اليوم أخوتي الأحباب، كيف شفنا اليوم أن الله تبارك وتعالى أمر من فوق سبع سماوات الأرض بأن تنشق وأن تتزلزل، وهذا أمر الله. إذا جاء أمر الله فلا مرد له نهائيا. الله تبارك وتعالى أمر الأرض باش تزلزل في تركيا وسوريا وقليل من العراق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد كل مسلم مات برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. الأرض تزلزلت والناس ماتت، منهم من توضأ ثم نام، منهم من صلى النوافل ثم نام، منهم من عبد الله ثم نام، منهم من قرأ آية الكرسي ونام على شقه الأيمن ثم نام، منهم من قرأ القرآن ثم نام، وكلهم استودعوا أجسامهم وأرواحهم وأهليهم إلى الله. فالله تبارك وتعالى أمر أمره بأن تتزلزل الأرض، فتزلزلت. وهنا يجب على الإنسان أن يتدبر هذا الزلزال، أين هي الحالات أو التكنولوجيا، فين هي التكنولوجيا، فين هي الأرصاد الجوية، أين العقول التي تقول أنا أعرف في ماذا يقع في أي وقت. أمر الله، وهنا يتأكد الكافر والملحد والمسيحي والنصراني الذي لا يعبد الله أن الله على كل شيء قدير. أيها الإنسان العاصي، أرجع إلى الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. أيها الإنسان الظالم، أرجع إلى الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. أيها الإنسان الطاغي، أرجع إلى الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. أيها الإنسان الذي أخذ أموالا من الربا، اعلم أنك دخلت في حرب مع الرحمن. أيها الإنسان الذي دخل في أكل أموال الناس وأكل أموال اليتيم وأخذ مال هذا ومال هذا ومال هذا، اعلم أن أمر الله آت. ومن علامات الساعة أحبابي الكرام، من علامات الساعة الكبرى أن كثرة الزلازل، كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كثرة الزلازل وكثرة القتل، حتى لا يرى القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، وهذا الذي نراه في هذا الزمان. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. زلزال وراء زلزال وراء زلزال بقوة لا يعلمها إلا الله. مهما كان مقياس الزلزال فقوته يعلمها الرب جل وعلا. قوة الزلزال يعلمها ربي جل في علاه. يجب على الإنسان أن يأخذ من هذه الكوارث الطبيعية، كما يسمونها الغرب والملحدون، يجب أن يأخذ منها عبرة وأن يرجع إلى الله.
إنه أمر الله، وأمر الله لا مرد له، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فاعلم أنك في يوم تكون نائما في سبات عميق وأنت غير متوضئ. الله، وأنت ظالم لأحد، اعلم علم اليقين، اعلم علم اليقين. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والترى ويوما تشيب فيه النواصيا؟ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اعلم وأنت نائم وأنت نمت وأنت ظلمت الناس وسببت وتسبب وكنت تسب الناس وتشتم الناس، نمت وأنت على صحيفتك أخطاء الناس، وأتى أمر الله من فوق سبع سماوات، ماذا تقول للرب جل وعلا قبل أن تنام؟ اعلم أنه آخر نومة لك. قبل أن تنام كن على علم يقين أنه آخر نومة لك، وحينما تصبح احمد ربك أنك صبحت، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.